الله اهلا وسهلا. ما هو تطلعاتك لهذا النادي وهذا المشروع العظيم؟ نعم. عيد ثاني. النادي يعني اتى بعد جهود ذاتيه صراحه، و خلاص لا تذبحون بعض. سوف تشاهدون يعني اشياء يعني لم تحدث من قبل في هذا النادي، وجهود ذاتيه قام عليها انا فقط، يعني ما حد ساعدني. فأحب أن أبلغ الجمهور العظيم أن هناك مدرب أجنبي وخبير كلكم تعرفونها أيضا، اللي هو اللي سبت رعون الجنبلوطي، أنا جبته معي في البث. نعم. جبته. شكرا لك. أشكرك. طيب سووا معاه مقابلة. أشكرك. أهلا. الآن فرعون الجنبلوطي سيكون معنا على الهواء مباشرة، وسنقوم بسؤاله عن هذا المشروع الرائع ومشاركته في هذا النادي. كابتن فرعون، هل أنت معنا؟ تسمعني؟ يقول فرعون الجنبلوطي المدرب الدولي في علم الكيماويات أن فخور جدا بانضمامه إلى هذا النادي العريق، وينصح الجميع باتباع حمية غذائية بعيدة عن الشوكولاتات فضحنا كالعادة. ما عند جدتي. المهم الآن فترة ولحظة قص الشريط وافتتاح النادي الرائع، دعونا نذهب إلى هناك. والآن أعزائي المشاهدين، اللحظة المنتظرة لقص الشريط وافتتاح هذا النادي الرائع، تعالوا معي حتى نرى هذا الافتتاح. لحظة وصول مؤسس النادي، الآن سيقوم بقص الشريط. تفضل. يا إلهي، ما هذا الحماس، أن الجميع متحمس. نعم، الجميع متحمس. تفضلوا معكم الآن نشاهد النادي سوية مع بعض. المشاركين جميعهم متحمسين. نعم. لهذه اللحظة يتوافد جميع أعضاء النادي. اشرح لنا استاذ مدير مؤسس عن هذا النادي. نعم، النادي هذا يحتوي على الكثير من المهارات اللغوية. عندنا الآن عندنا شبرة يا أمر يا شمس نجوم، كواكب هواء يا نجم السوا. أيوه هذا راب. أيوه تفضلنا. هذه تكلف طبعا تخطيط استراتيجي للنادي. تفضل. شبرة أمر شمس نجوم، فشلت، طلع برا. بالإضافة إلى أيضا إلى عندنا لعبة الباسكت بول نت. أيوة. نعم، ما عندنا كرة الآن حاليا، إن شاء الله نوفرها في إذا جت الاشتراكات وكذا. كرة من نوع آخر يعني؟ نعم، كرة خاصة فينا طبعا. فعموما لا فشلتين. فتسطحت نعالها. عندنا أيضا ملعب مزروع ب3000 هكتار. تفضل. لحظة. نعم، سدد برا. الله أكبر. هذا أدري إنها ضربة قاسية، والمرمى يكشف. بس أيضا مهارات في حال الطفش عندنا هذه حلاقة الزرع. What? إذا كان الإنسان فاضي وما عندنا موظف يشذب الزرع، عندنا المشترك في النادي يستطيع أن يملئ فراغه. جيب نادي الإسعاف. أيضا أعلمكم أن عندنا مسبح الآن. أي نعم، هذا ركوب الدراجات. عندنا دراجة واحدة لجميع المشتركين عشان التلاحم الأسري.
تفضل نوريكم المسبح. عندنا مسبح. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا عندنا سيرك. سيرك هذا شيء جديد ما بعد اعلنت عنه، لكن المدرب اصر انه ينفذ بعض المهارات اللغويه. اي تفضل. وخلوني اوريكم الحين المسبح، الينابيع الساخنه، ينابيع انف القرش الساخن. وات؟ ينابيع انف القرش الساخن مثل ما هو واضح امامك. يعني شوفي المشتركين كيف مبسوطين جدا. يعني خيمه ومسبح في ان واحد، نخدم الحضارتين، حضاره الجليد والصحراء. بالاضافه الى عندنا مدربه الرمايه. مدربه تفضل طال عمرك. عندنا قوس للرمايه. تفضل. ايوه الله. هنا اشرح ذلك. هنا الهدف صغير والمدربه هدفها اكبر بكثير. فكروا داخل الصندوق. خارج الصندوق. خارج الحدود. نعم. فهو يعني هنا النقطه الحمراء، هنا ايضا النقطه الحمراء. واو واو. نعم. بالاضافه الى عندنا ايضا البالون القرشي. هذا البالون هو فقط للاطفال. واو. له كم سنه ياكل له شخص والى الان مبلعه. هذا واحد من المشتركين؟ لا لا، هذه خدمه نوفرها مجانا. يعني عندنا خدمات مجانيه ايضا. ما علاقه القرش في النادي؟ لا اعلم. لا اعلم، لقيته موجود عندي في البيسمنت وحطيته. بالاضافه الى ان المشترك اذا حس بالضيق واحب ان يكون ردي الاعمال، عندنا مؤونه يستطيع من خلالها ان يمارس البيع والشراء، طبعا بدون راتب. واو. نعم. ايضا لا، دعني اوريك شيئا هنا. ايضا هذه حق الضغط، الضغط النفسي، اذا الانسان تملكه ضغط يستطيع. لا تسرقين شيء. بصل. واو. ايضا اذا مديتيشن. نعم. اذا اردت ايضا اذا اردت ان تسمع اصوات اخرى. لاحظ عزيزي المستمع. بس هذا مخنوق. نعم مخنوق. عادي تشرب مويه. اختنق. المهم تفضلوا الى الداخل، لدينا ايضا معدات للصيانه والحديد. نعم. قبل ما ندخل النادي الداخلي، طبعا عندنا نادي داخلي ايضا، حبيت اوريكم يعني مكان الاستراحه. وهذا مكان الاستراحه، عندنا منسقه الالوان الداخليه والخارجيه في الامعاء الدقيقه. تفضلي. اهلا بكم. طبعا هالالوان والاشياء والحركات اللي طلعت من الريف السويسري في ماليزيا، وتشوفوا الالوان كيف؟ الاحمر كيف يروح مع البرتقالي، والازرق مع الاسود اللي هنا. وعلى فكره صح، شايفين هالورود؟ نعم. هالورود لها معنى، صح انها ميته، بس هذه الفكره من رئيس. نعم انا هو. نعم. فكره الورد الميت. نعم. المشتركين يسقونها بالماء يوما بعد يوم حتى تعود الحياه جميله. واو. دقيقين جدا. ايضا من خلال النادي العظيم هذا، انه عندنا صحراء صغيره، الدهناء المصغره يمارس فيها الشخص اما الجربعه واما صيد الضبان. واو. والتخييم وما الى ذلك. حتى عندنا مثال حي الان. تفضل. ايضا عندنا في النادي قسم خاص لتدريب صيد الاسماك الطائره. واو. طيب. تظل هذا احد المبتدئين يحاول صيد السمك. طبعا هذه صناره المبتدئ. اي صيد فشلتنا انت. وهنا عندنا صناره صيد الحيتان الزرقاء ذو اللون البنفسجي. وات. وهذا هو نادي الجمباز، معنا مدربه الرسم تمارس رياضه تسلق الجبال والجري حول الانهار. فعموما هذا اشتراك VIP، يعني ما حد يقدر يدخل في هذا الجهاز الا باشتراك VIP. عندنا ايضا مدرب الكاراتيه والصراعات الحره. تفضل. نعم نعم نعم. اذا كنت تكره اي شخص ضع اسمه وابدا في الجري. ما شاء الله. اجري اجري اجري. فتمارس كثير من العضلات. تثبيت غضب. نعم. رياضة تسلق الأنهار. جميل. أيوة نعم. حتى ممكن تمارس عملية الكاراتيه في الهواء الطلق. شوف تخيل. نعم. ممتاز. ما شاء الله. ممتاز. أيضا. أيوة. الآن لعبة صبحكم الله بالخير العمال العمالية.
هنا وردة هنا خس. نعم نعم عادي تفضل. أيوة يا سلام يا سلام سلم. من اللي سوى اليوم هذا؟ ها؟ من اللي هذا؟ أنا. الله يعطيك العافية. بابا ستوب. بس شوف هذا كشف. الله يعطيك العافية. ليه؟ لحظة لحظة يا بابا شوفوا. أنا 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 والله العظيم. هذا مقمر مقمر. ها؟ مقمر أصلاً يعني هذا يعني إيه هذا فن أنت. والله كأنه واحد طلق رصاص عليه يا شيخة. وش اللي مقمر ذي؟ مثلاً أنا بروح كبدتي أحسن. يلا يلا باقي 20 minutes على الأذان. لكن اليوم عندنا مين؟ حبيبتنا الكبدة. أهم شيء شحمة. يا سلام. عشان تطلع لي وراح ذي اتحاشت. حط شوية بصل. لا والله كثر البصل. اليوم بدر إلا ملزم يطبخ. حركات بركات. النادي. واو هذه فعاليات النادي. هذا أفلمنا فيه والله. والله من كثر السخافة اللي صارت فيه. مرة مرة. فلازم النادي يوفر الأشياء هذه. أي فعاليات. حلوة جذابة. الآن لحظة الحقيقة. الله 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 هذا السر. هذا هو السر. نعم. في الكبدة. هذه السر على مصاد كذا تقلبها سريع. نعم نعم. واو واو واو. خلاص فتحنا بوفية نادي العصابة. نادي العصابة رمضاني. الله الله. نعم نطلع من وراء المشتركين فلوس. شلون؟ وتقدمها عند الورد الميت. يا سلام والله صدق حلو. لك تضبط. خولة كانت معمدتني تقول لا ما حتضبط. والله حيضبط. يعني أقول خلاص حتى الصاج عندنا بالفرن. هل الكبدات والحميس والأمور هذه. الله الله الله. جربكم حقين الكنافة والخبز. خلي الكبدة لك يا شيخ. بدر يضيف اللمسات. نعم نعم نعم. سرية. كلها فلفل وكمون. نعم. بس. صراحة الصاج جوها غير. مزيحة. كم باقي على الأذان؟ دقيقتين. يا سلام تاكل الكبدة. طبعا هنا شربتنا صارت جاهزة. وريما وعزوز ما شاء الله قاعدين يشتغلوا في المطبخ. جاي الصحن جاي. هي هي هي. يا سلام. هو يحسن. هلا. شوف شوف نار. بسم الله بسم الله. يلا يلا. أذن أذن. عندي صح نسيت أسف. مع الحمص. يا سلام. اللهم لك الحمد على النعم يا رب. وأتمنى عجبكم هذا الفيديو. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. هذه نظر الاكل. جوعان انت تكل. وين الحين يعرف في اكل؟ يبغى الكبده. كفو يا شنب. هذا ذيبان. هذا ذيبان. صحن؟ كفو والله. بسم الله عليك. يلا تفضل. الجو جميل. يلا الحمد لله. اوه الحال يا في احد يصيد تمساح بالنعال. يا رب دخيلك. خلاص ما شاء الله الشراب كله طين. اليوم غسيل. اليوم هذا في الغسيل بيروح مره. يحطيه في الغسيل اكيد. حتى هو كذا بيخوف. في هذا اليوم العظيم لحظة. يلا كيس لا ينقطع حق بندا. بس خلاص. إلا لازم تزينه عشان يصير كيوت. ايش اللي كيوت فيه؟ والان اعزائي المشاهدين اللحظة المنتظرة لقص الشريط وافتتاح هذا النادي العظيم مرة ثانية.